الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بكل الأسى والحزن نعلن عن وفاة اللواء عبد الفتاح يونس رجل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورفيقيه العقيد محمد خميس. هو المقدم ناصر مذكور. ناصر مذكور. With all sadness, I wish to announce the passing away of Major General Abdel Fattah Younes, the Commanding Chief of our forces, in addition, Colonel Khamis and Major Nouar.